وبالنسبة لمباراة شباب الأهلي دبي والظفرة، شباب الأهلي يتقدم حتى الآن بثلاثة أهداف مقابل هدفين. الهدف الأول كان عن طريق أحمد خليل من كرة ثابتة، عبد العزيز هيكل يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 27، محمد سبيل وماجد حسن وبسوء تفاهم الظفرة يسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول. سهيل المنصوري وعن طريق ركلة جزاء يعادل النتيجة لفرسان الظفرة، هدف التعادل الثاني للظفرة. عادة مرة أخرى أحمد خليل ونجح في تنفيذ كرة ثابتة ليضعها في الشباك مجددا ليعلن فوز شباب الأهلي.